يا من تريد بأحمد النسبا ترجو به أن تصعد الرتبا وتعيش في روض تنال به خير الحديث بصحة كتبا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. حديث رقم هزارو حوصته نوت شوار مختصر صحيح البخاري. بله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقال رحمه الله: باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة. وقال عبد الله بن زيد وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. يعني بأس ما قدم حديثا أنصار يكان أو ندب ليان برز بوا في أغنبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي أقل بر هجرة نبوايا أو حزم ذكر يشيك بام لكي لأنصار يكان بأس هجرتي في أغنبر ذكا عليه الصلاة والسلام وهجرتي هاولاني كاتك هجرتي أنكر لما كوب ومدينة بزاني شون بو بله. قال: وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو الهجر أو الهجر، فإذا هي المدينة يثرب. بس ما كلام حديث سوايا مال. قال: وعن عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة، حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة، فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. فقال ابن الدغنة: فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فأنا لك جار، ارجع واعبد ربك ببلدك. فرجع فارتحل معه ابن الدغنة، فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش فقال لهم: إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟ فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة، وقالوا لابن الدغنة: مر أبا بكر فليعبد ربه في داره، فليصل فيها وليقرأ ما شاء، ولا يؤذنا بذلك ولا يستعد، فليصلي فيها وليقرأ ما شاء، ولا يؤذنا بذلك ولا يستعلن به، فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. مال الرويك روي زبير لعائشة ودي جرتوا دفرمي من هر لو كاتوا كباوكو دايك من لبيرة، يعني لو كاتوا كفام دا كما وشتم ليادا دايك مباوكم هر ديندار بون دفرمي روجك تينا باريوا بسر من دا كبيغمبري خواني يتمالمان ما شاء الله بردوام پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه وسلم سردانی کردون ببیانیان و بیواران. فلما ابتلی المسلمون کاته که یعنی المشرکون ضیقوا الخناق على المسلمین وشددوا عليهم اضطر ابو بکر الى الهجره که ناراحتی مشرکه کان بو مسلمانان زیادی کردو قرز بو أبو بكريش ناچار بوبوي كمكة جيبالت دفرمي رويشت هجرب كابرو حبشة كجيشت شوينك بي دلين برك الغيمات بياوك لمشريكة كان لكافرة كان بي جيش بي دلين ابن الدغنة كسيديك بو قوريك بو وتي أبو بكر بو چوه درويت وتي قوم كم دريان كردوم دميو لما زوي خواي قوري دا بروم بقرم پروردگارم بپرستم. ابن دوغنه وتی ای ابو بکر پیاوی هاوشی وی تو نابه در بکره نابه در چه لشار و لولاد تو اوه نید پیاوی چی گوره و مزن و سنجینی وکو تو
لشار دركري يا خوي بروا جيب جيمان بله اما قابلي قبول نيه بوچي چونكه تو پياوي چي يارمتي كسي نبود دي شتي پيده دي پياوي چي اگاد لخزمو كسو كارتو پيوندي خزمايتي بجي دگيني كسي چي كا خلچي بي يعني دسوسانو بيد الصلاه كاريان بو آسان دكي يارمتيان ديشتيان لقال هل دقري ورز لميوان دقري وبلا مصيبتي قرو لكسك كاتو بهانايا وديت او من جاري توم او من پنادري توم من پنادري توم ودالدي تو ددم اي ابو بكر بقريوا ولشاري خود خواي خود بپرستك كس حد دينية بيرزي بران برتوك ابو بكر قرايوا ابن الدغنش لقلي قراوة توا ابن الدغنة بسر سر كردكاني قريش دا قرا لمكة تي آقا دار بن أبو بكر لمودوا لجواري منا لمودوا لبناي منا هر كسيك بيرزي برانبر أبو بكر كا برانبر من كردويتي همو تان بزانن چونك أبو بكر أويو صفات جوانا كاني دوبارة كردوا اوانيش نيان ودرويا ابو بكر وانية ابو بكر تشيا ابو بكر نا دزهن راز دكات وتيان رازين بو يعني لخو قرتني توبو ابو بكر ايما رازين بلام فرماني بيبكا با خوي خوي بپرسته ونويجي خوي بكات لا مالي خوي لداري خوي و قرآن دخوينه چند دخوينه بابي خوينه مشكلي ايماني لمالي خوي دابت ولا يؤذينا بذلك ازيت ما ندا بيت لنا وخلق قرآن بخوينه يا نوشكات ولا يستعلن به اشكراينكات چك ايما دا ترسين من على كان ما نجنا كان من متأثر بن بچه با ابو بكر كاريگري ابو بكر يان لسربه ابو بكر بياوه كا يعني دل ناسكو كقرآن دخوينه توا زور بمؤثر و بكاريگري و دخوينه توا جنو من دال من متأثر دبن بي نامانويت دبه لمالي خوي بخوينه توا ابن الدغنة بأبو بكري ود أبو بكريش ماويق لمالي خوي ماويو عبادتي خواي قوري دكر لناو مال داو و آشكراين دكر تنها لمالي خوي دخوينه توا دواي اوا قال فقال ذلك ابن دغنة لأبي بكر فلبث أبو بكر كذلك يعبد ربه في داره ولا يستعلن بصلاته ولا يقرأ في غير داره ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن فينقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره فقد جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره فأعلن بالصلاة والقراءة فيه وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا فانهه فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل وإن أبى إلا أن يعلن بذلك فسأله أن يرد إليك ذمتك فإنا قد كرهنا أن نخفرك ولسنا مقرين لأبي بكر للاستعلان جمال قراءة بتقوى شوي أو قارئي تنها صوتك حسنة كاريقرينا بلسر خلقك أو قارئيك إضافة إلى حسن صوته عنده حسن عبادة عنده تقوى وخوف من ربه جل وعلا أو أشد تأثيرا من غيره تأثيري أو زور زياتر لويكم إجا أبو بكر كالدواء في عمره عليه الصلاة والسلام أبو بكر القرآن بخوينه دبتش كاري قريتي هبو بيت بويا دفرمي فينقذف عليه نساء المشركين ها قذف شون شتيك هل ددي أو دهاتن بالا بستويان ذكرتو ازدحام بو أو دوريان لا أو مصلايي أبو بكر دادا بوي جوان لبت كأبو بكر قرآن دخوينت يعجبون منه وينظرون إليه وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عنيه إذا قرأ القرآن يعني إن جاء لقلوش دادا قرياك قرآن دخوينت خوي ندقرت
في المسك اللي شاوي ده تخواره أو منالو آفرتانش كجوان لذا قر كاريجري لسري عند رودك السرسام دابون بي أم حالة أم ديار ديا مشركة كاني ترسانت وتيواب كين جنو منالا كان من لدز ددين جنو منالا كان من لدز ددين خبر ينار بو ابن الدغنة وتياني ابن الدغنة إما اتفاق من لقلته بمشي وازبو أبو بكر لمالي خوي خواه برستيبكا نك بشيوية چي آشكرا بيكاتو تأثير لجنو من المامكا استايا اوه بيدالي دس هل دقري لم آشكرا كردنا يا اوه با جواركيتو پنايكيتو هلوشينيتو انجا لي من قري ايمو ابو بكر لقل يكتري دردكين ليكتري دردكين ابن الدغنة بانجي كردوتي اي ابو بكر من كاتي خوي توم خسته پناي خومو بو مرجكاك مرجي منيج لقل قوم كم اوايا استا توم مرجكا داش چينيت من ناتوانم هيتي تر يعني پنات دم ابو بكر رضاي خوي پرودگاري لبه مزانين لولامي او دا دلچي قال فقال أبو بكر فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين إني أريد دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان فهاجر من هاجر قبل المدينة ورجع عامة من هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة وتجهز أبو بكر قبل المدينة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي فقال أبو بكر هل ترجو ذلك بأبي أنت وأمي قال نعم فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر وهو الخبط أربعة أشهر ماله أبو بكر بابن الدغنة يدوتكاك جواري تو فناي تو ردك موا فناي خواي قورم بس طواه من ناتو أنا دينكم أشكرانكم ودعوانكم بهر حال بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام أو كاتك لمكبو بمسلماناني ود من أو شاري كهجري بودكن كوچي بودكن بيشانم دراوة شاري كخرماي ليه دار خرماي ليه نخلي ليه جا أوني اللي حديثي بيشوش دا باس من كرت آية يمامية آية حجرة آية چوية دوائي بيني مدينة او شوينه که هجرتی بوده کن مدینه زور باشه ذات نخل بین لابتین لبین دو چویش دایه و هم الحرتان فهاجر من هاجر یعنی تواقع تا ازنی دان هجرت کن اوی که ضعیف و لاواز و بیده صلات بو ازید داد را هجرت یعنی که اوانه بو چوه بو مدینه ابو بکر ویستی هجرت که پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه فرمی علی رسلک ابو بکر تو پلمکه هواش مرو جاله وتيبون رومي پیغمبر اخو علي صلى الله عليه وسلم فرموي رجاي او دكم اميد موي اخوي گورا اذني منيش بدا هجرت كم زوري پي خوش بو فرموي هل ترجو ذلك بابي انت وامي يعني اميد او دكي اخوي گورا اذني توش بدا بروي وتيباله ابو بكر خوي هشتوا لبرخاتي پیغمبر عليه الصلاه والسلام لكي يهاجر مع النبي عليه الصلاه والسلام ودو لاخي هنان يعني على في ددا بيان آمادي دكردن بو أو روجي كبيغمبر دفرمي عليه الصلاة والسلام يلا باب كوين الرأي شوار مانجا بخيوي عندكات ملي قالت عائشة فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة قال قائل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها فقال أبو بكر فداء له أبي وأمي والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر فقالت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أخرج من عندك فقال أبو بكر إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله قال فإني قد أذن لي في الخروج بل عائشة فرمي رضي خواهي قولي لبي كاتي كان روجك إما لما لو دانش تبوين لما لي أبو بكر لا يعني تقيقر ما لنيورو قال قائل لأبي بكر هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام
يجي هذا تيو بيغمري خواي عليه الصلاة والسلام قناعي كردوا دمونشاي خوي بيكاو هاتوا بولات كعادتي بيغمري خواي وانبو عليه الصلاة والسلام لوني ورايا ندابي وثمان بكرة وعشيا دهات أو بكرتي دايك مباوكم ببي بفي داي لم كاتدا نهاتوا إلا بوكاري شي قرنق نبي بيغمرها تجورو عليه الصلاة والسلام فرموي أخرج من عندك أي أبو بكر هموي تشيد لا هموي درك دروا قصيتي تايبتم هي بيد ظلم أخرج من عندك أبو بكر وتي إنما هم أهلك أي بيغمري خوة جمع أهلي خوة دريان كم بو دريان كم يعني كسي بيغان من لا نية قال فإني قد أذن لي في الخروج بيغمبر عليه الصلاة والسلام فرموي خواي قول إذني داوم كمنيش هجرت كام بروين بو مدينة أبو بكر رضي خواي قولي لبي الصحابة بأبي أنت يا رسول الله يعني ده تبه حوالتي بكم أي بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام يعني الصحبة وصاحبك بيغمبر عليه الصلاة والسلام فرمي بلا أبو بكر قال أبو بكر فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين مزاني نمجا قال فقال أبو بكر الصحابة بأبي أنت يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال أبو بكر فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثمن قالت عائشة فجهزناهما أحث الجهاز وصنعنا لهما سفرة في جراب فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب فلذلك سميت ذات النطاقين قال ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور فمكث فيه ثلاث ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب ثقف لقين فيدلج من عندهما بسحر فيصبح مع قريش بمكة كبائت فلا يسمع أمرا يكادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم حسبك دفرما وتم أي بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام لقلتو بمبيك وهجرتكين وتيبالي أبو بكر رضي إخوة قوري ليبي فرمي دي أي بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام يشيك لو دو ولاخي كآمادم كردو چوار مانگه يشي كان حل قربو خود پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي بالثمن بپاره حالي دقرم سبحان الله زور خوش مسلمان استغلالي نبيت خلق كرز الدقره نچي او استغلال كيتو دي اوام ديو اوام ديو اوام ديو مجواني هم صفته استا پیغمبر رسول إخوايا أبو بكر تمناي اودكا كبيغمري خوا سلامي ليدكا كسرداني دكا كهاوليتي دكا بود الخوشة بود الخوشة كأول أخي لي ورقريت كتيواش طلب الثمن بأجركي باي چند أي أبو بكر باي چند باركيد بدمي بوي نصيحة بو طلبي علم بو ما مستعيني آيني أو علم بعزيزي وبقرسي وبهيبته وبيالنوا ما مستاي عيني بي يا طلبي وفقي بي دعوة يارمتي لخلق كي بي سوق دبيت ناشرين دبي دعوة كناشرين دكيت دعوة ما كقط وتشاود لدستي خلق جنبي ازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس أجر بيت وتو زاهد بي تشاود لدستي خلق ونبي خلق خوشي دبي بلام تشاود لدستي خلق بو خلق بيزي للدبيتوا رقي للدبيتوا يقد يا عمر إخوة عليه الصلاة والسلام دفرم بالثمن نكاكا نرخكي كان دفرمو بو شوازة ولا حديث يشتر ده هاتوا دفرم يا عمر إخوة ليكرين عائشة دفرم باشا يا عمر عليه الصلاة والسلام استا توابرياري رويشتن ياندا عائشة دفرم إما آمادمان كردن أو يبيداويشت يكانا أحث الجهازي كي من آمادة كرد بسريعترين ببلترين يعني بيداويستي ما يحتاج إليه في السفر الجهاز ما يحتاج إليه في السفر أو يكبو سفر بيداويستي سفر ببلبل بو من آمادة كردن وسفريك يعني خوارنيك من بو دانان خستمانة توركيك وأسماي خشتي عائشة أسماي كتي أبو بكر
اسماء دايكي عبد الله اسماء جني زبير رضاي خوي قوري ليبي هات شيكرد قطعيتي هنا لبشتينكي خوي ليكردوا يعني او بشتينك لبشتي دبست قطع بارتشا برويتي ليكردوا الدمي او تورك اخوارني بيبست بويه بيدلن ذات النطاقين يعني خاوان دو بشتين. قال ثم لحق رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبو بكر بغار في جبل ثور. أنجى بيغمبر عليه الصلاة والسلام لقال أبو بكر رويشتن بوشوي بوشيبي ثور سيشو وسيروش لبمانوا چي لا يندمايوا عبد الله كري أبو بكر قنج يقبو زور زيرك زور لهاتو تيجيشتو ثقف لقن فيدلج من عندهما بالسحر كي لا يأوان دهاته والشوانه بارشيوان دهاته دقيشته وما كهربا بارشيو جاري كز بخبرنيا بروجش ديان بينيوا وين دزاني تو هل ليره ليره خوتوا يعني بوي خواردنيان بوبرتو چيان بيوست بويان بريت فيصبح مع قريش من مكة كبائت فلا يسمع أمرا يكادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام جوي رادخست جوي هلدخست بزانيت بيلان نخشو خطي كيدي قريش تشي ابو بيغمر عليه الصلاة والسلام ابو ابو بكر جوي هلدخست بدري جاي روش بزاني بنيازي چين چي دكان انجا بشو كدنيا تاريك دبو دشو لاين فرموي بيغمر عليه الصلاة والسلام قريش لفلان شوين وخلق دنيرن بدواتان كون لفلان شوين ونيازيانا بتان دوزنوا بمشي وازا فرمي ويرعى عليهما ليوبله قال ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء فيبيتان في رسل وهو لبن منحتهما ورضيفهما حتى ينعق بهما عامر بن فهيرة بغلس يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديلي حسبك انجا فقرية تير لو هجر إذا كرويدا عامري كري فهيرة كخزمتكاري أبو بكر بو كومال مريهابون دي هنا بو أوي شيركي بدو شد بو چه بو پیغمبر خو عليه الصلاة والسلام وبو أبو بكر رضي خواي پرودگاري لبه باشا دعي أوا قال واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديلي وهو من بني عبد ابن عدي هاديا خريتا والخريت الماهر بالهداية قد غمس حلفا في العاص بن وائل السهمي وهو على دين كفار قريش فأمناه ودفع إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل فأخذ بهم طريق السواحل. بل. دفرمة بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام وأبو بكر بياوي كان بكريجرت لعشيرة ديل بني الديل. بياوي كبو لعبد ابن عدين هاديا خريتا يعني شهر زاي رقابو يعني زوي ناسبو رقا ناسبو وخريتو يعني أوستانيها مو شاك دزانية. الخريت الماهر بالهدايه ديزاني امر رجايت شلون دروا او بو شويدت با او بو شويدت با بيويستيان بچاو ساغ يك بو دليل يك رجاين بيشاندا خو كويستانه بو جاده يكله مكه وبو مدينه اوش تنبوه باشا دفرمه او بياوا طبعا بيشتريش تشي كردوا غمس حلفا في العاص بن وائل السهمي يعني دستي خستوتنا وخوينك ودستي خستوتنا وشتيك وكاد تيدا سويندي خواردو بليني داوا لسر شتيك لبيني عندها هبوا بلى بزانين دوا ايوا رقادة قرنبر ابو بكر وعمر او تشاو ساغير رقا ناسا لقال عامري كريفو هيري خاون تي خاون مار درون فأخذ بهم طريق السواحل يعني بكناري درياي سور دا درون بحر الميت بحر الأحمر دا ليو درون برو شوي برو مدينة بله قال ابن شهاب
وأخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي وهو ابن أخي سراقة بن جعشم أن أباه أخبره أنه سمع سراقة بن جعشم يقول: جاءنا رسول كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية كل واحد منهما لمن قتله أو أسره، فبين أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج إذ أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس فقال: يا سراقة، إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل أراها محمداً وأصحابه. قال سراقة: فعرفت أنهم هم، فقلت له: إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلاناً وفلاناً انطلقوا بأعيننا. ثم لبثت في المجلس ساعة، ثم قمت فدخلت وأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من وراء أكمة فتحبسها علي، وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت، فحططت بزجه الأرض، وخفضت عاليه حتى أتيت فرسي فركبتها، فوضعتها تقرب بي حتى دنوت منهم وعثرت بي فرسي. حسبك. ابن الشهاب دجرته دفرمي سراقة سراقي كوري جعشم خبري بيجيشت ككفار قريش يعني ديه يانداناوا بو هركسك يعني باري يانداناوا بو هركسك كبيغمبر عليه الصلاة والسلام أبو بكر بكوجي يا بديل بيانجري أسير يانكا جاد فرمي لكاتي كمن دانيشتكم لقل قوم كم بيابك هات وتي چند اسب سوارق رشاییکم بینی اسویدتن بالساحل لکناری دریاوا چند سوارقم بینی رشاییکم بینی ای سراقا دبیت ابو بکر و پیغمبر و علی الصلاه والسلام اوان نبن سراقا و تیزانیم اوانن بلا متمنا لوانی لیتک چوبیان بو شوازنیه بوچی تی بو اوی کس حال نسته بدوان که بس خم چم بدوان کوم او پاره بو خم بیت بو کسی تر نبی و تم لعنه فلان و فلان د بینی به فرمی ساعتی چتر دانیش تم ل مجلس که بوی هستم پی نکن که من امشتب ام خبره بلام و گرینگا پاره یک درچو بور کسی بیان گرید فرمی دوای ما و یک دانیشتن انجا چیم کرد هستم ورده ورده چو ما معلوا جاریه کم هبو پیم و دوتم تو ولاخه کم بوده بیت دروی شار دروی گنت آوایی نابی خوم سواری بمو بروم دنه خلچی آوایی که ده زانن او که تا اوانش دکو نشوینم دبن شریکم لگرتنی پیغمبر علیه صلی اللہ علیه سلام فرمی خوشم تیره کم رمحا کم هل گرتو نوچی رمحا کم فحططتو بزجه الارض یعنی آسنی نوچی رمحا کم لزوید چقاند بوله زویم در رام دچی شد سرکشیم نزم کرد بوا رام دچی شد بتنیش خوام او بوی کس نی بینه که من رمحم پیا رمی کم پیا و در روم دروا رویش تم تله آواهی چو مدروا لود جاری کم اسبکی بو حاضر کرد بو مسوار بو مکوت مره بو شون کوت نی پیغمبر علیه الصلاة والسلام تله نزیک بو موا انجاب زنی چی رو داده مال قال وعثرت بی فرسی فخررت عنها فقمت فأهويت بيدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام واستقسمت بها أضرهم أم لا، فخرج الذي أكره فركبت فرسي وعصيت الأزلام تقرب بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات ساخت يدا فرسي في الأرض حتى إذا بلغتا الركبتين فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يديها، فلما استوت قائمة إذا عثان ساطع في السماء مثل الدخان فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره فناديتهم بالأمان فوقفوا، فركبت فرسي حتى جئتهم ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: إن قومك قد جعلوا فيك الدية، وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم، وعرضت عليهم الزاد والمتاع، فلم يرزآني شيئا ولم يسألاني إلا أن قال: أخف عنا. فسألته أن يكتب لي كتابا أم كتاب أمن
أن يكتب لي كتاب أمن، فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعات من أدم، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مالي سورة قد فرمي كوت مشوين يعني ليان نزيق بو موا كخريق بو بقم بيان تشيرو إذا عثرت بفرسي يكسر الله كم كواندمي ككوتم خررت عنها فقمت فأهويت بيدي إلى كنانتي. طلع أو كوتنم يعني سوارتاكي تشي باش بو سراقة طلع بيم سير بو من لسر أسبكم كوم كتم ديارشتك هيا دستم برد بو توركي تيركانم سي تيرم در هنا سي دانا هاتم قرآن بيان كرت كاستقسام بالأزلام ليش يشانوتم هجوم كمسريان بردوان بم يشان نخير يشان نا دل او در چوك بيم ناخوشا يعني نيكي او شتمك دل حساب بوينة كرت باشا فركبت فرسي وعصيت الأزلام ديسان سوار بومو بقسي هل بجارنا كم نكر تشين بو در چوا نزيق بومو تا جوم لقرآن خويندني پیغمبر بو عليه الصلاة والسلام كچي هر جوابي اورشي نداوا اورشي نداوا وابو بكر يكثر الالتفات ابو بكر مني بيني زول اوري داوا دترساك من بقم بيانو ازيتي پیغمبر بدم عليه الصلاة والسلام جارد ومساخت يدا فرسي في الأرض حتى إذا بلغتا الركبتين فخررت عنها. فرمي ديسان دوقاتي بيشوي كبدست ناوي بردوا دوقاتي بيشوي والله كم روشو تاوكو ناوراست تاوالي هاد من بدم دابا بيش داكوت دوبارا زجرتها فنهضت فنهضت يعني دنقم دا والله كم خوي هنا ودر فلم تكد تخرج يديها بأسان بين دهات الدروة تار راس بوا إذا عثان ساطع في السماء مثل الدخان يستاهل بيش تشاوم تبوتوزك برز بوتوكو دوكال لبيني منو بيغمبر عليه الصلاة والسلام. فخرج الذي أكره ديسان تيرا كان درنا وباجاري تشيش قرعي تريبو بكم هر أودر هاتوا كمن بيم ناخوشا ما شو بدوان ما كوا. فناديتهم بالأمان فوقف انجا بانقم كرت وتم أي أبو بكر أي محمد عليه الصلاة والسلام ضل نيابا من تواو لتان زيقناكو موا أزيتان نادم إيشم بيتان نيا دلو وستان دل سواري أسبكم بو موا تاقشت ملايا يعني كان لتان زيقنا موا بنيتي شر تو أمان بدنا ولا من شو إيه ولا أمان دان. فرمتها تشوم نزيق بوما وقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام كدوجار أوا كوتمو ودو كلم بيني وتبوتوز ونمدت واني ليه نزيق موا كشيف كبس فيهم وتنتوا ولا منا وأمانة استاب إسراحات أسبك أمره تاجش ملايوان وتم إلا في غمري خاص سردك عليه الصلاة والسلام أما ديار أخواب شتيوانيتي. فقلت له إن قومك قد جعلوا فيك الدية وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس به متم قومك باريش زوري عندنا وبهر كسيك إيو بقري ودياني أوابكن وأوابكن باشا. وعرضت عليهم الزاد والمتاع وتم ومن خواردن بيا آوم بيا فرموا ليم ورقرن بوخوتان. فلم يرزآني شيئا ولم يسألاني إلا فرمي يك فارتشانانيش يقدلو بآيوش يان لمن كم نكرده وليان ورنا قرثم وتيان هيج ما لتونا أي سراقة بس يكشد نبي أخفي عنا خلق من ليلا دباون بين أواني كدين بدوا ما عندك كون وكوتو هول دا دوريان خيته وهول دا إيمان ندوز نوا. دفرمي فسألته أن يكتب لي كتاب أمن داوم لكر كتابي أمان بو من بنوسا يعني بو داد زاني وبيغمر سردك عليه الصلاة والسلام. فرمي بعامري كري فهيري يدتي بو ابنوسا انجا بيغمري خواه كوتره عليه الصلاة والسلام بزانين استا لمودوا دوري رولي سراقة چي دبت مل. قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن زبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى زبير في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام
فكسى زبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثيابا بياض، وسمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرون وحتى يردهم حر الظهيرة، فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم، فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطوم من آطامهم لأمر ينظر إليه، فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب، فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرونه. فثار المسلمون إلى السباخ، فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة، فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. فقام أبو بكر للناس، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا، وطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر. حسبك. وثمان سراقة قرايا وبلم للروايات ترداهات وكا سراقة هر كسي بيني با بدواي بيغمبره عليه الصلاة والسلام دي فرمو بور رقاء دامرون او من استاليوهات ومو كسي لينيا دي سان دروش خلق اشتريشتو ديو ام رقاء استاو من ليو دقره مو كسي لينيا برو رقاء او سر بقرا مشيق بعد يبرو مغرب اوا بو با باسواني بيغمبر عليه الصلاة والسلام انجاب زانين بيغمبري خواتشون قيشت مدينة اوا نجاتي بو لو ملاحقيك بدوايا وان بيقرن ده فرميت ابن شهاب ده فرمي عروي كروي زبير بيوتن بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام هات لاي زبير ده فرمي هات لاي زبير چه ركبوا من المسلمين كومولي لمسلمانان كالشام ودقران وبازرقان بون فكس الزبير رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وأبا بكر ثياب بياض اوش جلي تازيس بي جواني هنابو پیغمبر علیه الصلاة والسلام بو ابو بکر او کاته کدین دگنه چوی دگنه قبال چویه المهم لا او شوینه که استا مزگوتی قبایه پیغمبر خو علیه الصلاة والسلام هاتوه وسمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله عليه الصلاة والسلام من مكة فكانوا يغدون كل غداة الى الحرة مسلمانان لمدينة زانيان پیغمبر خو درچو لمكة همو بيان يقدهاتنا درا ودهاتنا دشت الحرة يعني أو زاوية كبرد رشي للسراء ها لو أنا زوربتان بيني بيتان هندي شوين هي هالرش كامل أو بردانا همو الرشا دهاتنا أوي تا إيوارة تشاوري عند كيرت تا قرما دبو دنيا هيك بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام ندهات فانقلبوا يوما دقرانا ومالوا روجي كيان آوا خالتی هر چاوری که تا گرما بیزاری کردن گران و جولکیک ما بو با ایشی خویلی بو جولکا که پیغمبری بینی علیه صلی اللہ علیه سلام مرده ورده لگل ابو بکر وادید والا ایشی اکثر بانجی کرد با دنگی چی برز هاواری کرد یا معشر العربی هذا جدكم الذي تنتظرون ای کو مالی عرب هذا جدكم جد بما نیبا پیرنای لیرا بمعنى بابيرنا يعني كبيركم وصاحب دولتكم الذي تنتظرونه يعني أوكس قوريتان كأيوة شاورواني دا كان أوا وحظكم أوا قيشت باش فثار المسلمون إلى السباخ فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بظهر الحرة يعني كوتنا دشتوا رايا كردو لو دشت برداوية الرشا لبي ببيغمبري خواه قيشتن عليه الصلاة والسلام بلى فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول لكيبو ببيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام قيشتوه روجي دو شما لمانجي ربيع الأول قيشتوه استا إشكالك تاريخي إسلامي تاريخي هجري و دندراو بجويري بعثة او روجي كخواي قورا پیغمبري نارد او يكم روجي سالمانا نا دندرا بجويري لدى يقبوني پیغمبر عليه الصلاة والسلام دي سان نا دندرا بجويري مردني پیغمبر عليه الصلاة والسلام دي سان نا بجويري هجرت بلام بوچي منجي محرم
بمانجي محرم داندرا استالا كي جيشتون لا شهر ربيع الأول استاذه جوابك يدي إن شاء الله تعالى بلام چونك هجرات بريتي ولا تحول لجيانك وبوجياني كتير يعني جياني كي تازي دس بيكر بيغمري خو عليه الصلاة والسلام ومسلمانانش بويا لو رجوا لو يجي هجرية وصال صال هجري دستي بيكرت بلا قال فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا وطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر بلا يعني أواني كبيغمبر يا النبي نبو عليه الصلاة والسلام دهاتن أنصاري كان سلاميا يعني لأبو بكر ذكر أو بيغمبر يخواش قيشتوا بيغمبر عليه الصلاة والسلام دانشتوا أبو بكر ببيوية أنصار كان دهات السلام يعني لأبو بكر ذكر نين دزاني كام بيغمبر عليه الصلاة والسلام بلى قال حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك بلى إن جاك دنيا قرم بو يعني خلق دي بولاي أبو بكر ناس للاي بيغمبر عليه الصلاة والسلام كخورك لبيغمبر دا أبو بكر شو سيبري لسال بيغمبر عليه الصلاة والسلام من جاوتي أبو بيغمبر عليه الصلاة والسلام نقمه أنجا تشون بولاي بيغمبر صلى الله عليه وسلم يخواي قولي لسال بي مالا قال فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف بضع عشر ليلة وأسس المسجد الذي أسس عليه على التقوى وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ركب راحلته فسار معه الناس حتى بركت عند مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فرمي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام بضع عشرة ليلة يعني كان شو لدشو زياتر لقباء مايوة وأو مزقوتي دروس كرت مزقوتي قباء لمسجد أسس على التقوى من أول يوم لو يدروس كردو نواجي تدا كردو دواء أو في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام سوار الله كيبو وخلتش لقالي كوتر رويش تنبو ناو مدينة لو أو شو يعني كيستا مزقوتي في عمر عليه الصلاة والسلام لو الله كي وستا ونشتوى وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين قال وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين وكان مربدا للتمر لسهيل وسهل غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة يعني أو شوينا شويني وشكرناوي خرمابو هي تشيبو أو بارتش زوية ككراب مزقوتي في عمر عليه الصلاة والسلام هي دوم قنجي يعني منالي هرزكاري هتيوب سهيل وسهل يتيمين في حجر أسعد بن زرارة يعني في حضني حجري يعني في حضني لا يتيب لا أسعد كري ضرارة أو دو هتيوا بلى قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت به راحلته هذا إن شاء الله المنزل فرمي أو منزلك ماندبي وإير مزقوت ماندبي إن شاء الله بلى ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا فقال بل نهبه لك يا رسول الله فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما ثم بناه مسجدا وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن في بنيانه ويقول وهو ينقل اللبن هذا الحمال لا حمال خيبر هذا أبر ربنا وأظهر وهو يقول اللهم إن الأجر أجر الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة فتمثل بشعر رجل من المسلمين لم يسمى لي قال ابن شهاب ولم يبلغنا في الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل ببيت شعر تام من غير هذه الأبيات بلى وثمان والله خكيب يا عمر إخوة عليه الصلاة والسلام لو شوينا وستاك بارش الزوي سهل سهيل بون يا عمر عليه الصلاة والسلام برياري دالويب من يتوا أو معلكشي بي ومزقوتكشي بي وتي هيتشي أو زوي يعني أو دو كريا تيبون بانكن هردو شان هاتن فساومهما بالمربدي ليتخذه مسجدا وتكاك او شويني وشكرنا وي خرمايا او بارش زويه دمي بم دني بوي بكم مزغوت بچن دي فروشن وتيان بل نهبه لك يا رسول الله نانا ايما بيد فروشين اي بيغمر اخو علي ديكين هبه هديه بو توي بيغمر عليه الصلاه والسلام دي قد فابى رسول الله ان يقبله رف ذكر توزي بيجتا وتمنا بمسلمان تيبه نابي استغلالي بيت كتو زانيت كسيك ديفيد تشاكب كاتو ريزد لدغري تشي بيدو شيت نابي ما جواني اخلاقي شي جواني استابو مزغوت مزغوت بمالي خوايا واش بيغمر عليه الصلاه والسلام فرمينا خير نامي دبي باري خوتان بچن اقدم دني
حتى بتاعه منهما ليكرين جاء لبر أبو يعني في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام مصر بباريان بداته ك يتيم بون هتيم بون يا أويك فير من ك درسك من دابدا كأمة شاو من لمالي خلق نبي بوهيتشتك بوهيتشتك شاود لمالي خلق ولا دستي خلق نبي كاكا عزتي نفسد با برز به عزتي نفسد با جوربت بو أوي رز لخوتو لدعوة دينكت بجيره إن جاء دفرمه في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام لقال صحابة لقال مسلمانان بيكوا يعني خريجي دروس كردني مزجوا تكبونو بقرو بخشتو بلوكو والحاصل هرشيها بوا ديان قواستو وأمدير شعران شيدوت وهذا الحمال لا حمال خيبر وهذا أبر ربنا وأظهر يعني دفرمه أو حمليك باري دكين إستا دكين بناي بيدروز دكين او تقرو خالص رشان مانو دي غوازين و اويان چاكترا نك يعني او قرو خولو خشتي كا دي خين سرشان مان بودروز كرني مزغوت او افضل مما يحمل من خيبر وما الذي يحمل من خيبر خرما فرم او زور چاكترا او زور خيرترا يعني چاود لوني بتو هرشتي كالغري دسكوت بي اما يتو ديكي اما اندوبونا بو دسكوتي قيامتا وهذا شي فرمو هذا أبر ربنا يعني هذا أبر يا ربنا وأظهر أو خيرترا أو شاكترا أنجا أو دير الشعري تريشوت اللهم إن الأجر أجر الآخرة بعداش آخرتا لدنيا دا هرچند إنسان مالي هبه بلام لدنيا لآخرت فقير به كارساتا قرينغوية إنسان دولمان دي دواروش به كهي دنيا شي لقلبه لسر خيرا وشاكا نور على نور بلام تو دولمان دي دنيا وفقيري قيامت بي او مشكلة او مشكلة ايجي قوله فرحم الانصار والمهاجر رحم بها ميامكي ملا نانا باتوابي نكتوز من ماهو فرمكاك قال عن انس بن مالك اقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة وهو مردف ابا بكر وابو بكر شيخ يعرف والنبي صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف قال فيلقى الرجل أبا بكر فيقول يا أبا بكر من هذا الرجل الذي بين يديك فيقول هذا الرجل يهديني السبيل قال فيحسب الحاسب أنه إنما يعني الطريق وإنما يعني سبيل الخير فالتفت أبو بكر فإذا هو بفارس قد لحقهم فقال حسبك. يا رسول الله حسبك أنس دفرمي بيغمبر إخوة أنس لمدينة دفرمي بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام بو مدينة هات شيء لدوابو أبو بكر لدوابو أبو بكر شيخ يعرف بيعيش شيء ناسرابو بلام في غمار إخوة عليه الصلاة والسلام جنج يقولنا ذا ناسرة سيرة يعني لبر رخصاري جواني ولبر يعني أو نوريك هيبوا هروكو جنج يقدر كوتوا قال فيلقى الرجل أبا بكر فيقول يعني خلتي بأبو بكر دقيشت انديهوت أي أبو بكر أو جنجة شيء لقلتها بيعوة شيء لقلتها فيقول هذا الرجل يهديني السبيل بتابتي للرقادة بوي بيغمر اخواتوشي مشكله اجنبي ككسي قلت بي اما چي ديو بيابك الدليل من رقام نشان ددا اما درويا انا اما كناية درونية اما درونية فعلا بيغمر اخوات رقاي بهاش نشاني ابو بكر ددا بس بران بركبة چي تيدا قيشت بالرقاي سرزوي تيدا قيشت وايد زاني هدايتي الرقاي ددا وشوية نشي بيشان ددا مالا قال فالتفت أبو بكر فإذا هو بفارس قد لحقهم فقال يا رسول الله فارس قد لحق بنا فالتفت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اصرعه فصرعه فرسه ثم قامت تحمحم فقال يا نبي الله مرني بما شئت قال قف مكانك لا تتركن أحدا يلحق بنا قال وكان أول النهار جاهدا على نبي الله صلى الله عليه وسلم وكان آخر النهار مسلحة له الله أكبر فنزل رسول أبو بكر دفرمة أبو بكر أوري دعوة مع شاكر سوار شاكر لبشتيانا كي أبو سراق أبو باس ما كده ما توزي زيادة تدار رواياتك فرمة أبو بكر تي أبي عمر إخوة عليه الصلاة والسلام أو بيمان قيشت وضع كتر سناك خطرة في عمر إخوة أوري لدعوة يكجار فرمي اللهم اصرعه خواه بي خيت نقا بإما والآخكي خستي إنجا هستايوا توايوا خستي هستايوا دنجي لدردسو والآخكي حم حميدة كير فقال يا نبي الله مرني بما شئت طبعا أو تفصيلي باس ما كر أوش هي
جارك دو جار كهر دي خستو انجا تيجيش كأم قصية غلطة بدوي بيغمبر كوي بوي بيغريا بيكوجي بيغمبر لسر حقا وتي اي بيغمبر يخوا امرم بيبكا طو چين بيدلي بامن لمودوا بياوي توم باسواني توم پیغمبر خو علیه الصلاۃ والسلام فرموی لشوین خود بو وستا مهاله کس به ایمه بغا هر کس یک هات سری لب شوینه بول اولاد بینیره ده فرمی لسرتای روش هولی ددا پیغمبر خو له نوبره ل ایوارکی هولی ددا پیغمبر خو به پارزه سبحان الله هدایت اواکه هات دلوا بزانه لبانی او تا ایوار او سراقه چون گورا کورداری دل سطو اشتاب ل گورا بیان یکی بدوا پیغمبر او بس بیگری یا بی کوجت كتي استا اوتا بوتا باسواني پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام بويا هدايه بدس رب العالمين كخوي يور هدايه الدا ملكه كفلانكز ولا قدما خو هدايتي نادا چوزاني خو هدايتي نادا والله لو اني با يك دقيقه خو هدايتي بدا ويلي بي لمنتو باشتر بيت بويا هدايه بدس رب العالمين مل قال فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم جانب الحرة ثم بعث إلى الأنصار فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فسلموا عليهما وقالوا اركبا آمين مطاعين فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وحفوا دونهما بالسلاح فقيل في المدينة جاء نبي الله ملك جيشنا عثمان قباء دعي خبر بو أنصار نيردرا أنصار يكان هاتنو وسلام يان كردو انجا كوتنا لاي راستو چپو پيشو دواوي پیغمبر عليه الصلاه والسلام بچكوا دفاعا لپیغمبر كردو تا چون ناو مدينه و خبري خوش بلاو بوا ديانو جاء النبي الله جاء النبي پیغمبر اخوات پیغمبر اخوات عليه الصلاه والسلام بلى قال فاشرفوا ينظرون ويقولون جاء نبي الله فاقبل يسير حتى نزل بجانب دار ابي ايوب فانه لا يحدث اهله اذا سمع به عبد الله اذ سمع به عبد الله بن سلام وهو في نخل لاهله يخترف لهم فعجل ان يضع الذي يخترف لهم فيها فجاء وهي معه فسمع من نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع الى اهله فقال النبي صلى الله عليه وسلم اي بيوت اهلنا اقرب فقال ابو ايوب انا يا نبي الله هذه داري وهذا بابي قال فانطلق فهي لنا مقيلا قال قوما على بركه الله فلما جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم جاء عبد الله بن سلام فقال اشهد انك رسول الله وانك جئت بالحق وقد علمت يهود اني سيدهم وابن سيدهم واعلمهم وابن اعلمهم فادعهم فاسالهم عني قبله اخو ما دوباره او قصه كباش تفرمت پیغمبر خو عليه الصلاه والسلام گشت نا مدينه عبد الله كوري سلام كبيستي پیغمبر هاتو عليه الصلاه والسلام جولكبو خريچي ميوله كردنو بو بپلا رايكر بولاي پیغمبر عليه الصلاه والسلام و پیغمبري بيني جويله گرتو انجا دواي قرايو مالو پیغمبر خو عليه الصلاه والسلام فرموي چه مالی چی یعنی خزمکان من نزیکترین مالا ابو ایوب تی مالی من ای پیغمبری خواه علیه صلات و سلام امش مالا کما اوش درگاکه فرموی دباشا شوینی چی اسراحت کردن مقیلی کنی و روان نسان اسراحت دکا بو من آمادکا قال قوما على برکت الله فلما جاء نبی الله چون ابو بکر و پیغمبر علیه صلات و سلام که پیغمبری خواه چو مالا که دوائی چی هاد بولای عبدالله کوری سلام هاد وتي پیغمبر اخوا او بها لا حديثك دا سي پرسيار لا پیغمبر دك عليه الصلاه والسلام وتي كا او سي پرسيانا ان بزاني من شاتيت بيدنم شاتمان دهينم كي ولا مي دا او فرمو شاتي دم تو پیغمبر چكو او پرسيار بس پیغمبر اخوا دي زانه وتي مهات نو دايري اسلام وتي پیغمبر عليه الصلاه والسلام من گوري جولكم لهمو يان زاناترم او منزلته مكانتي من لا جولك بلا مور استا پرسيار يان لبكا پیش اوی که من بزنن مسلمان بون بزنن چون مدح سنام دکن که زنیش یان مسلمان بوم انجا پرسیاریان لبگو بزنن دلین چی بله قال جاء عبد الله بن سلام فقال اشهد انك رسول الله صلى الله عليه وسلم وانك جئت بالحق وقد علمت يهود اني سيدهم وابن سيدهم واعلمهم وابن اعلمهم ف
فادعهم فاسألهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت، فإنهم إن يعلموا أني قد أسلمت قالوا في ما ليس فيه. فأرسل نبي الله صلى الله عليه وسلم فدخلوا عليه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر اليهود ويلكم، اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حقا وأني جئتكم بحق فأسلموا. قالوا: ما نعلمه. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: قالها 3 مرار. قال: فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: ذاك سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. قال: فرأيت من أسلم؟ قالوا: حاشا لله ما كان ليسلم. قال: ففرأيت من أسلم؟ قال: حاشا لله. قالوا: حاشا لله ما كان ليسلم. قال: فرأيت من أسلم؟ قالوا: حاشا لله ما كان ليسلم. قال ابن سلام: اخرج عليهم. فخرج فقال: يا معشر اليهود، اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بحق. فقالوا: كذبت. فأخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. بله، عبد الله كريم السلام يعني هات خطيه چي دانا بو پیغمبر عليه الصلاه والسلام وتي جولك بانك چكو مدينه جولك اشتي ده برسياري من يالبكا فرما جولك بانك كردن پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام وتي اي كوملي جولك اي وچاك دزانن سوين بخوا چاك دزانن من رسول اخوا من الراوي اخوا ومن بحق هاتون بوتان مسلمان بن وتيان ما نعلمه اي منازان كتو پیغمبري خواي اشتوانا زانين هيج ابد رازنيه باورمان بوقسينيه كايمه توبناسين خاي يرد فر دين يعرفونه كما يعرفون ابنائهم شلون منالي خويا عند ناسي اواش ديانزاني وبيغمر عليه الصلاه والسلام بصفاته كان يوكل التوراة دعاتوا بلا عنادي ذكرت وتي باش ضلين نازانين استاب بسياري بياويك خوتان تعلمكم عالمي خوتان كعبد الله كري سلامه تبياويكا لا هاتن بمدح كردني سيدنا وابن سيدنا وعلمنا وابن أعلمنا وتي باشا أقر مسلمان بيت إيوش مسلمان دبن وتيان بناب أخوالويك أو مسلمان بيت قد شتيوانا بيت شون أو مسلمان دبن أو زاناي إيميا أو لإيما الشارة ذاترا شون أو مسلمان دبن كإيماش مسلمان نابين وتي باشا دي دوباري دكمو أقر مسلمان بيت وتيان معاذ الله شتيوانا بنا مخ يعني شون بلي خونا خيالا شتيوهر نابي لا أخير جار دا فرمي عبد الله كري السلام ورا دروا هات دروا وتي أيكو مالي جولك الأخواب ترسن سوين بو خوايك شريكينيا إيه وتشاك دزانا محمد رسول إخوايا وحقي بيا وتي أندرو ذكي تو بيايك خرابي باوتشت خراب بوا لتو خراب تهر نبوا سبحان الله بيش أويك بزان مسلمان بوا شايتيان دا كباشترين بياو وزاناترين بياو لناوي عند عبد الله كري السلامة كتي استا بس زانيان بوتا مسلمان چون دا بزين سري وصف خراب يانكر پیغمبري خوا دري كرنه دروا بو نا حز قسي لي ورنا جيره نا حز شايتي لي ورنا جيره چون كنا حز بكيف خو درو دل صدقات جامه بك قاعده براكم تو بت كسك بناسي لريگاي دوجمنو نا حزكاني وبيناسي اما انصافني اما عقلني كاك فلان كاس چونه كره زور خرابه چون زاني انا بيني فلان چي دله فل اخر معنا چين دوستن خلچي بيلاينن يا دوجمنيني كره معنا دوجمنيني كاك قسله دوجمن ور ناجيريت بله. قال: وعن انس عن ابي بكر قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، فرفعت راسي فاذا انا باقدام القوم، فقلت: يا نبي الله، لو ان بعضهم طأطا ببصره رانا. قال: اسكت يا ابا بكر، اثنان الله ثالثهما. بس ما كلام حديثا. بله. قال: وعن ابي سعيد قال: جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فساله عن الهجره، فقال: ويحك، ان الهجره شانها شديد، فهل لك من ابل؟ قال: نعم. قال: فتعطي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فهل تمنح منها؟ قال: نعم. قال: فتحلبها يوم وردها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك من عملك شيئا. الله بيابك أتلاي بيغمبر عليه الصلاة والسلام وتي مجدمي هجرتكم بيغمبر عليه الصلاة والسلام فرمي كابرة هجرت قورية قرصة مشقتة تو مال وولات همو مصلحة برجوان دي خود جيبالي بيت مدينة نمالته نكسابته نهج ايشيكته نكسوكارد ليري قرسه كاك وازلو بينا فهمو كزناك ري هجرت وتي اي چيب كمي في عمر اخو عليه الصلاة والسلام فرمو يتي وشترته يتي بلا وتي زكاتك اي ليدا دي يتي بلا وتي هل تمنح منها اي شيركي دي تكسيك بيدوشي يتي بلا وتي روجي كبيوستي هرك روجي كبيوستي ان با اودان اوي ان دي يتي بلا دوتي برو فعمل من وراء البحار يا اخواتو
لبشت بحرك وخوا برستيدكي فإن الله لن يترك من عملك شيئا. خواي يقول أأون دل كرد وكانت كم ناكاتوا مرجنيتو إلا لايمن بي لمدينة بيت لايمن مرج أويكتو خوا برست بي خوا ناس بي دين دار بي لسر حلال بي جاي أخوا لبشتي دريايك وتو خريج عبادة بي كزنات بيني إلا أخوانا بي يرين قويتو فياوي چاق ولا هرچو يكد بي ملا توابو بانقا باشكاك دو حديث من ما وبقين هزار وهرصد. يا من تريد بأحمد النسبا ترجو به أن تصعد الرتبا وتعيش في روض تنال به خير الحديث بصحة كتبا.